في مرمى اتحاد عنابة عندما كان في اتحاد الشاوية، عندما كان في اتحاد البليدة، عندما كان في وفاق سطيف يسجل أيضا بألوان المولودية. هكذا هي الأجواء فوق مدرجات ملعب عمر حمادي. من كرة مفاجئة ومن كرة مباغتة المولودية تسجل هدف يحرر كل هؤلاء، فرحة كبيرة وكبيرة جدا عن طويل، ليأكد بأنه قناص الأهداف حتى عندما ينساوى المدافعين، حتى عندما ينتقده البعض في نصف فرصة فريق طويل يتمكن من تسجيل أي هدف. هاي الرأسية من حجاج، أولا التمريرة من بوغاش، خطأ في دفاع في محور دفاع الاتحاد العنابي، أرفع الكرة فوق رأس الحارس قووي الذي لم يتمكن من فعل أي شيء أمام هذه الكرة. في وقت الحديث عن هداف المولودية، في الوقت الذي كنت سأقول فيه بأن ناصر بويش فاز بلقب أحسن هداف للبطولة الوطنية عام 1980 ب19 هدفا، وعبد السلام بوسري ب17 هدفا.